بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج الأستاذ، البرنامج الشامل. بداية أرحب بضيفي الكريم الفنان أحمد صابر، أهلا بك. أهلا بحضرتك. حدثنا عن نفسك عن قرب. عن نفسي عن قرب، أنا أحمد صابر، مغني ومغني من 15 سنة، عضو في نقابة المهن الموسيقية، وكنت فايز في برنامج زي موهبتك أو كشك زي موهبتك بالأحرى. طبعا ده بيقدمه الأستاذ أحمد الجرحي، حد كان من المعدين الشاطرين جدا للأستاذ باسم يوسف في برنامج البرنامج، وعملنا تجربة كويسة جدا قوية يعني بعد الفوز بالكشك ده قدام الجمهور، وسجلنا مع الأستاذ مصطفى الحلواني في استوديو الحلواني، المفروض هو موسيقار معروف يعني بيعمل موسيقى تصويرية لمسلسلات، وعملت غنوة من يعني من كلمات الشاعر ضياء الرحمن وعمرو عثمان ولحنتها، وكان التوزيع برضو حد معانا كان بترو، واغنيه خدت صدى كبير يعني اسمها بلاد الفرنجه، وانا مغني افراح وحفلات يعني برضو من زمان كده يعني. حدثنا عن بدايه موهبتك. والله بدايه الموهبه يعني كانت ليها علاقه، يمكن كان ليها بعد نفسي شويه، انا كنت طفل شاطر بس كنت يعني بخاف شويه، كنت بشوف ظاهرات العنف مع المدرسين وكده، فكنت بتهت شويه او كان عندي نوع من التعلسم في الكلام، فقعدت فتره كتير مع نفسي حاسس ان انا بغني في سري بشكل طبيعي اكتر من ان انا بتكلم، فاكتشفت ان انا طبيعي وعالجت نفسي بنفسي وغنيت، فبعديها بقيت رغاي غنيت كتير حدي. دي كانت تقريبا في ثانويه عامه يعني تقريبا. سمعني حاجة. نعم على طول كده؟ على طول نخش في الموضوع. طيب انا هبدأ بحاجة بسيطة كده، المفروض الفولكلور الفنان احمد منيب، طبعا انا يعني جذوري المفروض اسيوط، وانا بعتز بجذوري جدا طبعا لان هم مدرسه كبيره في الصوفيه، ولكن انا الروتس الخاصه بتاعتي في جوايا محمد منير يعني مؤثر فيا بشكل كبير، فانا هغني فنان احمد منيب المفروض اغنيه نولد مقسمين مثلا. تفضل. اوكي سي او تيرارارتاراتارا تيرارارتاراتارا، تعال نلضم أسامينا الفل جنب الياسمينة، تعال نلضم أسامينا الفل جنب الياسمينة، جينا سهج الاسم عليا بنت الصعيدة بحرية، لقصر غزالة محنية اسكندرية ترسينا، تعال نلضم أسامينا الفل جنب الياسمينة، تعال نلضم أسامينا الفل جنب الياسمينة، وتنتشيل اللي يا سيد وتهطى تفلح وتشيد، نزور مغاغة ونعيد في بورسعيد عالترسينة، من السويس قلت يا للي دي الجنطرة فجر تملي، والوز الأخضر بيصلي على الجنايا من سينا، تعال نلضم أسامينا الفل جنب الياسمينة، تعال نلضم أسامينا الفل جنب الياسمينة، الشاي وسط في السكة نقعد يمني على الدكة، توصل بني سويف الضحكة نلاقي أسيوط وسطينا، تعال نلضم أسامينا الفل جنب الياسمينة، تعال نلضم أسامينا الفل جنب الياسمينة، تيرارارتاراتارا تيرارارتاراتارا تيرارارتاراتارا. الله ينور يا نجم فنان. مرسي. ما شاء الله عليك. ما هي مقومات الأغنية الناجحة؟ والله مش عارف يا فيلسوف يعني واقول مقومات الاغنيه الناجحه، بس هو عموما انا كشخص يعني اي حاجه بتلمسني في الاول كمغني اللحن، وبعد اللحن بعتقد بتيجي الكلمات بتتبني، لان الكلمات ممكن تكون مجرد التسليه، ممكن يكون فيها فكر، ممكن يكون فيها رساله، ولكن اللحن هي اول حاجه بتيجي في صدى الودن البني ادم اعتقد، وبعدين التوزيع، فانا بعتقد اللحن في المرتبه الاولى وبعدين الكلمات وبعدين التوزيع يعني عموما يعني. مثلك الأعلى من الفنانين القدامى والجدد على الساحة؟
والله يعني الفنانين القدامى طبعا انا بحب التاريخ عموما، مفيش مثل اعلى بحد بشكل معين، ولكن طبعا بالنسبه للي على الساحه محمد منير اكيد طبعا بالنسبه لي بيجمع بين حاجتين، بيجمع بين فكره الفكره القويه جدا او المعنى اللي هو مش بسيط، يعني معنى جوه الواحد مش سطحي، في معنى تاني باطن لازم تفهمه، وفي نفس الوقت الاغنيه بتاعته كوميرشال يعني بتبيع كتير، فهو بيجمع بين حاجتين بين التجاريه وبين العمق، ودي حاجه نادره جدا وجودها في اي مغني. فبعتبر محمد منير يعني هو الفكره العبقريه بالنسبه لمصر، يعني لو حبيت تسمع مصر اكيد هتسمع محمد منير. يعني هتسمعني ايه دلوقتي حاليا؟ سمعك انا طبعا في غنوه بتيجي على ذهني دلوقت لشاعر صديقي الفنان ديار الرحمن، هقول له حاجه. تيرارا ترارا رارارا تيرارا تا تيرارا تيرارا ترارا ترارا تيرارا تا ترارا. أنا مش فارس ولا فتى أحلام، أنا زحمة وربكة وشغل جنان. أنا مش فارس ولا فتى أحلام، أنا زحمة وربكة وشغل جنان. نص بيضحك والتاني زعلان زعلان. أنا شيخ فلتان طيب شرير وجريء وجبان، أوقات مشرق وأوقات بهتان، وساعات سلم وساعات تعبان، ساعات سلم وساعات تعبان، مفتري جدا وكمان غلبان. شبابيك وبيبان توهت عنوان، شبابيك وبيبان توهت عنوان. انا من الاخر عفريت لابس بدلة انسان، انا من الاخر عفريت لابس بدلة إنسان. ما شاء الله عليك يا نجم، ميرسي على ذوقك. عايزين نسمع حاجة عن الأغنية السعودية ولا اللهجة الخليجية السعودية؟ على طول برضه؟ طبعا. ما نتكلمش ونسمع، احنا جايين نشتغل. طيب نقول انا في موال طبعا، بس اتمنى بس يعلو الصوت شويه معلش. في موال انا بعتبره صعيدي اكتر من هو اتغنى ببحري، فهو موال بيقول مرسال لحبيبتي، فدي حاجه انا هقولها يعني. اتفضل. حبيبتي شرطه ميله فراق، وهكتب ليه حروف اسمك، ما هو انت في قلبي ساكنه القلب، عارفه بقصتي وحالي، ومين غيرك في قلبك اكتب له مرسالي. مانيش عارف يا حبيبتي ده جوابك كام، ما عدتش بحسب الصفحات، ما عدتش بحسب الأقلام، ما عدتش بحسب اللي ضاع من الأيام. كفاية إني بحبك بس، وقلبك لو بقلبي حس أو شاف حاله في بعادك، لصلى الرب واستغفر لذنبه وصام،
ويا ما في نفسي يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما في نفسي تيجي القلب وتحني، ولازم تعرفي اني لا انا عفريت ولا جني، بحبك بس ايد اقصر كتير مني، فمش هقدر اجيب لك من الذهب كفه واجيب لك من الياقوت كفه، ومش هقدر اجيب الوالي في الزفه، ومش هقدر اجيب لك بيت يموت القطر لو لف في حماه لفه، كفايه اني بحبك موت وحب الناس ندامه وعار، وحبي عكسهم عفه. بارك الله يا ما شاء الله يا فنان حبيبي يا ريس. بالنسبه لرايك على الاغاني المطروحه على الساحه التي تلقب بالاغنيه الشبابيه، الاغاني المطروحه اللي بتلقب بالاغنيه الشبابيه، يعني حضرتك انت تقصد بالتحديد الـ يعني رايي في الاغنيه الشبابيه عموما؟ بالظبط. والله يعني موضوع الاغنيه الشبابيه ده يعني حاجه ليها علاقه برضو بالتوزيع الحديث، ليها علاقه بالحان معينه بتمشي على ودن الناس. في مجموعه طبعا كتيره من الموسيقيين الناس الشاطره المحترمه الموزعين الكبار دايما في ابديت جديد في التوزيع، في ابديت جديد في الافكار، بيذاكروا حاجات بيشتروا حاجات، فده بيبقى موضه عموما. الموضه دي ناس كتيره جدا بتشتغل عليها، ممكن تلاقي مثلا في تيمه الحان لمده 10 سنين ماشيه كتير. لا الغي الفقر، تفضل يا فندم. ممكن تلاقي في تيمه الحان ماشيه كتير 10 سنين، فالاغنيه الشبابيه ليها علاقه برضو بالتوزيع واللحن الجيد، وهي اعتقد اقوى حاجه اللي مخليانا رقم واحد الرياضه في مصر هي الاغنيه الشبابيه. دليل طبعا النجم الكبير عمرو دياب يعتبر هو يعني رقم واحد في الوطن العربي في الموضوع ده، فالاغنيه الشبابيه حاجه راقيه طبعا، حاجه مش عظيمه يعني. فرايي طبعا فيها ان الواحد لازم يكون مواكب للتوزيع دايما التوزيعات المعاصره يعني هي الاساس. في حاجه سمعناها لحضرتك عن اللهجه الخليجيه زمان او حاجه زي كده، نتمنى نسمعها. طيب كان في حاجه طبعا خليجي انا بحبها جدا، يعني بحس انها سهله جدا قريبه بالنسبه لمصر. هقولها. سي يا زعلان يا زعلان خليت قلبي حيران، يا زعلان يا زعلان خليت قلبي حيران، ما قلت لك يا حبيبي بطل دلاعي من زمان، ما قلت لك يا حبيبي بطل دلاعي من زمان، يا زعلان يا زعلان خليت قلبي حيران، ما قلت لك يا حبيبي بطل دلاعي من زمان، ليه ما ترد السلام ونلغزال والغرام، راضيني ولا بروح واسيب لك هالمكان، ليه ما ترد السلام وين الغزال والغرام، راضيني ولا بروح واسيب لك هالمكان، لا تخلي راسك عنيد كسر الدلع ما يفيد، يا ماخد العمر كله غيرك انا ما اريد، يا ماخد العمر كله غيرك انا ما اريد، ليه ما ترد السلام وين الغزال والغرام، راضيني ولا بروح واسيب لك هالمكان، يا زعلان يا زعلان خليت قلبي حيران، يا زعلان يا زعلان خليت قلبي حيران، ما قلت لك يا حبيبي بطل دلاعي من زمان، ما قلت لك يا حبيبي بطل دلاعي من زمان. فنان أجمل لحظات حياتك. أجمل لحظات حياتي طبعا لما بتوحد مع الشجن أو أتوحد مع الحالة اللي أنا بعملها وانا مش شايف حد على المسرح، دي طبعا دي بتبقى اجمل لحظه بالنسبه لي، ببقى عايز عندها العالم يقف والعالم ينتهي برضو. اصعب المواقف،
اصعب المواقف طبعا لما بيكون في تجهيز قليل او تجهيز صعب مع مواهب كبيره وطاقات ضخمه جدا زي السعيد، فبيكون في طبعا قله رعايه، ودي حاجه بيواجهها ناس كتير، مواهب كتيره جدا في الصعيد اعتقد عندهم طاقه الدافع الكبت بتاعها يضاعف طاقات كتيره موجوده جدا في بحري. فهي اصعب مواقف لما بتكون تحت امكانيات بسيطه او متوسطه وبتطلع احسن حاجه ومحدش يعرف عنك ده، ولكن جذورك واهلك عارفين الكلام ده كويس جدا يعني. فطبعا بتتمنى ان انت تكون الموضوع يوصل بشكل افضل من كده، لان انا بحب جذوري يعني، وبحب ان انا اكون احسن واحد في مكاني برضه من مكاني يعني. بس دي اصعب المواقف بالنسبه لي. تمام، هنسمع ايه دلوقتي؟ نسمع. طيب بقول لك كان في غنوة كده أنا كنت عاملها بتقول وقلبي تهد وكلي جيود جدود الأرض ومالي حدود، قلبي تهد وكلي جيود جدود الأرض ومالي حدود، قلبي يفوت ونفسي تموت، هي القصر وهي القبر هي الأرض وهي الدود، هي الروح وهي البوح، هي الناس وهي الفاس، هي القصر وهي القبر هي الأرض وهي الدود، وقلبي تهد وكلي جيود جدود الأرض ومالي حدود حدود حدود. فنان ما شاء الله عليك حبيبي. ماذا حقق الفنان أحمد صابر من أمنيات؟ حققت من أمنيات طبعا إن أنا يعني كنت كويس مع أهلي في الفترات الأخيرة، مع أخواتي طبعا البنات، كشخص كراجل صعيدي، ولكن طبعا كفنان أنا يمكن تراجعت شوية بسبب برضو الصعيد كان في شده شويه زمان في الموضوع ده، ولكن طبعا دلوقتي الناس كلها من الميديا اتعلمت وفهمت بقى كله عايز ولاده يطلعوا محمد صلاح ومحمد فنان. ممكن تستقبل في اتصال، ممكن تستقبله؟ تمام. قول الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك احمد، اخبارك ايه؟ اهلا بيك حبيبي. منور الدنيا. ميرسي، ربنا يخليك. وائل اكرم. حبيبي وائل. الحمد لله. تمام الحمد لله كويس. بتمنى لك كل خير، وانت من الفنانين الموهوبين اللي بجد يعني ان شاء الله هيكون ليهم مكانتهم في مصر وفي العالم العربي ان شاء الله. ربنا يخليك يا وائل، والله ميرسي حبيبي والله. ربنا يخليك. انا على فكره يا استاذ وائل يعني المفروض هو حد من اصدقائي من ايام الثوره، يعني هم اليوم برضه اليوم عقب الثوره، وفرق معايا جدا في موضوع السوشيال ميديا. هو شخص يعني كارثي كده، بيعمل حاله كده معينه من الجدل، ولكن يعني عملنا حاجات سوا مع بعض يعني كتيره، ومفروض هو يعني مسؤول عننا يعني في اسيوط، فادعي لنا وائل والله. استاذ وائل. استاذ وائل. ايوه. ماذا يمثل لك الفنان احمد صابر؟ احمد صابر والله حاله مختلفه كده، تعتبر ظهرت في اسيوط حاجة إن شاء الله يعني تتكرر كتير. هتحب تسمعيها منه؟ سمعنا
اغنيه اسمها ايه دي؟ لمنير، اي حاجه لمنير. انا هو جميل لمنير. ما خلينا اغني من بدري اوقات كتير قوي. معلش احنا تاني. سحلوني يا وائل. طيب غنى حاجه لمنير. حاجه لمنير. يا بنت يا بنت ام المدرسه كويس. الله الله الله. ماشي. طيب. هنشكرك يا استاذ وائل وهنسمع حاجه لمنير مع بعض. يا بنتي يا ام المريلة كحلي، يا شمس هل لو طلم الكولا، لو قلت عنك في الغزل الاولى ممنوع عليا ولا مسموح لي؟ يا بنتي يا ام المريلة كحلي، يا شمس هل لو طلم الكولا، لو قلت عنك في الغزل الأولى ممنوع عليا ولا مسموح لي؟ أنا أحب أقول الشعر في الحلو، والحلو أقول له يا حلو في عيونه، ولو ابتديت بشفايفك النونو ما يكفنيش فيهم سبع دواوي. يا ملاك يا جنية يا ست الحسن، يعجبني توهانك في أحلامك، يعجبني شد الخصر بحزامك، يعجبني أخديك للكتب بالحضن، راحوا الصبايا والصبايا جم، أجمل ما فيهم مين غير بنتي، وأجمل ما فيك يا بنتي إن انتي، فعنيك نني في حنان الأم. يا بنتي يا أم المريلة كحلي، يا شمس هل لو طلام الكولا، لو قلت عنك في الغزل الأولى ممنوع عليا ولا مسموح لي؟ ممنوع عليا ولا مسموح لي؟ ممنوع عليا ولا مسموح لي؟ فنان حبيبي. انا طبعا عايز انوه طبعا يعني الغنوه دي عشان بس الاجيال اللي موجوده من سن 14 لفوق. انا مش ضد المهرجانات طبعا ولا حاجه، بس في ناس كتيره واطفال جديده ما تعرفش اي حاجه عن الفن خالص غير المهرجانات. فالاغنيه دي كلمات الفنان العظيم صلاح جاهين، اللي دفع ثمن الم واكتئاب وحياه فظيعه غير عاديه عشان يوصل نبض مصر كلها، ويرسم البنت ويرسم الولد في صوره فظيعه. فيا بنت يا ام المريلة الكحلي، يا شمس هل لو طلم الكولا، لو قلت عنك في الغزل الاولى ممنوع عليا ولا مسموح لي؟ دي كلمات الاستاذ صلاح جاهين، وده فن بكره وبعده. الطفل اللي عنده 14 سنه هيكتشف ان هو ده فن، اللي هو زي ام كلثوم لينا كده، فلازم نتمسك بيه شويه اكتر يعني. معانا اتصال. لو استاذ احمد خليفه معاك. تمام. الو الو، اهلك بمصر، عامل ايه؟ حبيبي ازيك؟ والله انت شرف لأصوات كلها وشرف للفن المصري، وربنا يوفقك. ربنا يخليك والله حماده، ميرسي على ذوقك. الله يخليك. انت عارف انت بالنسبه لي ايه، وانا فرحت ان انا بكلم حضرتك دلوقتي من دخله الفنيه. انت من النجوم اللي مش واخده حقها صح في اسيوط. يا حبيبي على الله كله يعني، كلنا هنموت في الاخر عادي. وربنا يوفقك في مسيرتك الفنيه، وربنا يا استاذ احمد. استاذ احمد تحب تسمع ايه من الفنان احمد صابر؟ احب اسمع من احمد صابر يعني. هو احلى حاجه بيقول احمد صابر، احمد صابر حلو في كل الالوان، احمد صابر حلو في النوبي، منير كويس عنده، حلو في الغربي، حلو في الصعيدي، حلو في اي حاجه. بس انا يعني ايه غربي يا استاذ احمد؟ يعني ايه غربي؟ غربي اللي هو حضرتك فن الغرب، اللي هو الفن اللي هو زي الصعيدي كده اللي هو النوبي. طيب نسمع حاجه مع الفنان احمد صابر. نسمع مع احمد صابر يونس. اتفضل يا فنان. معلش احمد. هي الحاجه النوبيه بقى. هو طلب يونس ماشي، او نقول ان احنا اي حاجه عادي. النوبي. نقول. طيب انا طبعا يعني بمناسبه ان هو بس منير بيلزق فيا، انا هلعب يونس وهنلعب حاجه تانية برضو فيها روك يعني. وبرضو عايز اوصل هذه الرساله، يمكن ربنا
حاطتني سبب ان انا اوصل مش انا اغني يعني. يونس هي يعني بتعبر عن حاجه اسمها الحريه قبل الاختيار، يعني كل انسان مولود حر قبل اختياره، قبل اختياره لازم يكون حر. فبيقول لها وانت تقولي لي بحبك عزيزه بنت السلطان يونس في السيره الهلاليه، تحبي ايه فيا انا محبوس، وده حب ايه ده اللي من غير اي حريه. تمام، فطبعا دي رساله عظيمه انا يشرفني كصعيد ان انا اغنيها. تمام، اتفضل. اديني صدى صوت بقى دلعوني. جاي من بلاد البعيدة لا زاد ولا مية، وغربتي صاحبتي بتحوم حواليا. جاي من بلاد البعيد لا زاد ولا مية، وغربتي صاحبتي بتحوم حواليا. وانت تقولي لي بحبك تحبي ايه فيا، وده حب ايه ده اللي من غير اي حرية. الله يا فنان. ماذا لم يحقق الفنان احمد صابر من امنيات، امنيات لم تتحقق بعد؟ طبعا امنيات لم تتحقق بعد ان انا كنت يعني حابب مجهود اللي انا عملته في الصعيد من زمان يعني يوازي او يتقدر زي القاهره، ما ابداش من القاهره من الاول او من الصفر، وده اللي انا بتمناه طبعا. ولكن انا يمكن نزلت القاهره نزوح بشكل متاخر شويه، ولكن ان شاء الله يعني خيرا. فانا اتمنى طبعا ان انا اوصل صوتي للناس اكيد، واعصر على لحن واعصر على قيمه، لان انا اتعلمت من محمد منير ان الروتس الجذور لازم اعرف انا مين من 200 سنه، فاوصل جذوري لمصر كلها طبعا، وجذوري مليئه بالنغم وفيها صعيدي وفيها صوفي الشيخ احمد التوني والشيخ ياسين التهامي. فاتمنى ان انا يكون عندي بروجكت طبعا يوصل مصر يعني للناس كلها باذن الله. وماذا عن الابتهالات او الانشاد الديني، في حاجه ممكن نسمعها؟ والله انا يعني مش بقول ابتهالات كتير، بس طبعا ممكن احاول، حاضر ممكن افكر. والله ما طلعت شمس وما غربت، والله ما طلعت شمس وما غربت إلا وحبك مقرون. أنفاسي يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد، اه 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 يا مداد يا مداد. رنيت يا كاس قلي على سبب رنك رنك، رنيت يا كاس قلي على سبب رنك رنك رنك، رنيت اه يا مداد يا مداد. نصيحة تقدمها للشباب أصحاب المواهب
قبل ان نختم في 30 ثانية نستقبل ضيوفنا عبد المنعم وبلال مع الزميل محمود عبد الرحمن. نصيحة طبعا اي حد جواه حلم جواه رغبة ممكن تكون مش اكيدة بالنسبة له، سواء كان في حلم او في حب او في عاطفة والقدامى اعترضوا عليه، فليكفر بكل القدامى وفلينطلق ويعافر ويحاول ان هو يوصل، حتى لو هو غلط في الاخر برضو مش هيكون ندمان. فانصح كل الشباب اي حد جواه هواية او موهبة او حاجة يحاول ان هو يعافر عشانها وما يخافش ويستمر 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 الى ان شاء الله ربنا يكرمه يعني. نشكر في نهاية فقرتنا نشكر الفنان أحمد صابر، ونتمنى أن يقرر هذا اللقاء في هذه القناة. مرسي على ذوقك خالص، وأنا بشكرك وبشكر أمي وأصحابي والشاعر ديار الرحمن والشاعرة سمكة، وبشكر أيمن عبد الحميد والناس الحلوة اللي أنا بحبها كلها جوا قلبي يعني. كل سنة وأنتم طيبين يا جماعة. بارك الله فيك ونعم كل عام وأنتم بخير. بهذا انتهت فقرتنا، فاصل ونعود.